ايه، السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنصور في افضل في سلسله المودات، بس يعني مش هيكون افضل 10 مودات، لا يبقى افضل 10 مودات ولكن تخلي اللعبه اكتر واقعيه. فشكرا شكرا 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 على الفيديو اللي فات في تحميل المودات، الدعم بتاعكم كبير قوي. وصلتوا الفيديو 100 لايك، وصلتوا 1700 مشاهده، وكمان وصلنا ل 170، اكتر من 170 مشترك. فاحنا عايزين نوصل ل 30، بتاع عايزين نوصل ل 200 مشترك بعد الفيديو دوت. فيا ريت كل دلوقتي اللي بيتفرج يعمل على اللايك، عايزين نوصل الفيديو دوت 150 لايك، وكمان يشترك في القناه لسه مش مشترك، ويشير الفيديو مع كل اصحابه او كل حد يعرفه، او لو في مجموعه على الفيسبوك على الانستا على اي حاجه، ريت تشير الفيديو دوت مع كل حد تعرفه عشان خاطر نوصل ل 200 مشترك بعد الفيديو دوت على طول. ف عشان ما اطولش عليكم، وكمان نسيت حاجه، اكتركم اللي بيتفرجوا دلوقتي مش من المشتركين. ليه؟ ما مش لازم اقول لكم يعني كل فيديو انكم لازم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا تعليق و تشاركوا الفيديو مع كل اللي انتوا تعرفوه. مش لازم اقول لكم، انتوا اكيد يعني اتعودتوا على الحاجات دي. فدلوقتي يلا انزل اشترك في القناه واكتب تعليق حلو واعمل لايك، وكمان قول لكل اصحابك يتفرجوا على الفيديو لو عجبهم يشتركوا، لو ما عجبهمش مش هخصب حد يشترك. فبس عشان ما اطولش عليكم، خليكم مع اول مود. وكمان نسيت اقول لكم ان المودات اللي انا هصور فيها دي كلها لماينكرافت 1.19.22، انا مجربتهاش غير على 1.19.22، و مش هتكلم في الفيديو في المودات دي خالص. فبس كده يلا خليكم مع اول مود. وبس كده شباب، ده كان اول معانا اول مود، وهو مود بيتهيألي يعني انه بالنسبه لي حلو حلو بالذات، اللي هو انيميشن الكلب لما يجي يمشي، لما زي يعني لما يجي يمشي لما يجي يجري وراك الكلب، لما تكون مروضه يعني الكلب بتاعك لما يجي يجري وراك بيعمل انيميشن رهيب. وحتى السكيلتون والحيوانات كل حاجه في كل مش كل موبات، معظمهم بيعملوا انيميشن حلو، هم لما تيجي تقتلهم يعني وكده يعني بيعملوا انيميشن حلو. فده كان معانا اول مود، فيلا بينا نروح على المود اللي بعده.
خلاص كان معانا المود التاني معانا يا شباب النهاردة، وهو بس ممكن يكون 10 مودات، فايه يعني هقول لكم يعني في اخر الفيديو طب كل حاجة، بس هو ده كان معانا المود التاني. فيلا بينا نروح على المود التالت، ويا ريت برضه لو وصلت لحتة دي يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتكتب لي تعليق حلو. وبس كده اشوفكوا بقى بعد المود التالت. فده كان المود التالت معانا يا شباب، هو كان مود حمل الحيوانات يعني، هو برضه مود بسيط خفيف كده يخليك خليك تقدر تنقل الحيوانات في المكان اللي انت عايزه، مش حيوانات نبات يعني، اي كائن في اللعبه تقدر تنقله. فلما تشفت وتنط نط كده قدام منه تقريبا، او يعني شوف المكان اللي انت عايز تمسكه منه، تنط نطه وانت مشفت، بعد كده تمسكه تروح مفاجئ التشفيت وماشي، عايز تنزله تروح مشفت تاني وانت تنط، هو وقع من على ايدك. فمود خفيف وبسيط برضو يخليك تقدر تنقل الكروين لو انت عايز تنقل في منطقتك كده، وهيديك برضو واقعية انك تقدر تشيل الحيوانات والنبات والحاجات دي في اللعبة. فده كان المود التالت معانا، فيلا بينا نروح المود الرابع. زي ما انتوا شفتوا كده يا شباب، المود الرابع هو افضل مود بعد مود حمل الحيوانات يعني، كلهم بصراحه يعني مودات حلوه. المود الرابع زي ما انتوا شفتوه كده العشب الواقعي، مش كل هو في مشكله في تكسر باك في العشب الباقي، لكن دوت الجراس بس، الجراس بس زي ما انتوا شايفين زي ما انتوا شفتوه كده يعني عشب واقعي بطريقه مش عارف عاملين ازاي تكستر باك دوت يعني، اديله 10/10 بصراحه يعني. وشفت الكلب كانه زي كانه مختفي كده في وسط العشب اللي كان حاطه انا في وسطيه، فبصراحه يعني مود حلو برضو. فيلا بينا نروح على المود الخامس والاخير. Thank you.
وده كان معانا كده المود الخامس والاخير اللي هو مود الفيزياء او الايتمات الفيزيائيه. هو بصراحه يعني نزلوا تحديثات ياما، والتحديثات دي بقت حلوه، بقت يعني كل حاجه بقت ليها واقعيه كده مترمى على الارض. فهو هما كده دول 5 مودات الجداد اللي انا نزلت عندهم، ما كنتش منزلهم خالص قبل كده في القناه. فعايزين بقى ال5 مودات التانيين انا نزلت عندهم قبل كده، منهم مود الشمع المضيئه ومود الشادر ومود تكسير الخشب ومودات تانية كتير تقريبا نزلت عنهم في الفيديو اللي قبل دوت، بس هتلاقيهم كلهم في الروابط تحت. هتلاقيهم هم 10 مودات، هم 10 مودات، مش هم المودات اللي فاتت، لأ 10 مودات اللي هم 5 اللي انا عرضتهم النهاردة، والخمسة التانيين اللي هو مود الشادر ومود الشمع ومود تكسير الخشب، وفي مودين كمان بس مش فاكرهم، بس انا ان شاء الله نزل لكم كل المودات. يعني انتوا هتلاقوا رابط واحد كده هتحملوا منه المودات و تثبت تنقلوها يعني على ملفات ماينكرافت عادي وتشغلوها عادي، وكل حاجه تبقى ماشيه معاكم تمام تمام. لو في اي مشاكل وصلت جت معاكم يعني حصلت معاكم اكتبوا لي في الانستجرام، هتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف، وكمان هتلاقوا رابط قناه الفيديوهات القصيره انا بنزل فيها يعني كل يومين كل يومين ثلاثه كده، يعني بنزل فيها فيديو شورتس حلو كده تحديات. وانزلوا كمان اكتبوا لي تحدي اعمله في القناه بتاعه الفيديوهات القصيره، انزلوا تكتبوا لي في التعليقات هنا، يا اما تكتبوا لي في التعليقات في اخر فيديو في القناه بتاعه الفيديوهات القصيره. وكده بكون وصلنا لنهايه الفيديو يا شباب، يا ريت متنسوش تدعمونا باللايك وتكتبوا لنا تعليق حلو انه يحفزنا عن تنزيل المودات وتنزيل الفيديوهات وبيكسل كرافت و50 يوم وكل حاجه. انزلوا اكتبوا لنا برده في التعليقات حفزونا كده التعليق، وياريت ياريت لو لسه مش مشترك اللي بيتفرج عليه حاليا اي وانت شايف كنت، ياريت لو لسه مش مشترك انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان تلاقي اي فيديو لما انزله. وبس كده، واشوفكم المره الجايه ومع السلامه.